فلاح فلاح جيبوا ماي ماي. هسه مرتي لا هي مره لا تعرف تطبخ، لا تعرف تغسل ملابس، لا تعرف تغسل المواعين، 24 ساعه منقبه، ايش عندها وين نقاب؟ والله ما ادري. راح الماي، الماي وين صار؟ هذا الماي هم بالنقاب يمتى تذبينه؟ ما ذبنه ايضا خبطه خبطه اي خبطه خبطه ما تيش خبطه بيض الوجه بيض الوجه اي بيض الوجه بس خبطه بس خبطه انا اجيب لك خبطه اي جيب لي خبطه عمل ذب النقاب بعد راح اجيب لك خبطه وجه اي مو تتاخر لا ما تاخر هسه عني طلعت على الخبطه والله طرقعه عباس انا اليوم اطلع ليش ليش؟ شنو يقول لي لا تخلصون الخبطه يلا حلكم مو الساعه بالثنتين من هذا؟ باكستان شو هو؟ وبكيفي سامع الاغنيه مالتي؟ شنو هي؟ اليوم سويتها على الخلفه يلا الزم دق لي يلا دق لي ديك ايه عماله عماله نشتغل عماله نطلع الساعه الخمسه نرجع الساعه الثنتين نطلع الساعه الخمسه نرجع الساعه الثنتين يومي 25 والخلفي قل لي بدي يومي 25 والخلفي قل لي بدي عماله عماله نشتغل عماله اطلع بيوم واحد واقعد لي اسبوعين عماله عماله ونشتغل عماله عماله ها اقول لك هاي الخبطه لون ادفنها لون ذبها انا يمي اسد منها لك ولا واحد يدري بيها يلا صديق كذيب يلا السلام عليكم كم السلام سلام عيوني هلا في السؤال جواب حبيبي اريد خبطه خبطه ايه شو تسوي بيها يا اخي الا اقول لك للبيت عائلي ليش مطي اقول لك وراد خبطه سفري عاديه عم تريد سفري لو عاديه هلا حي الله بس خاف حرام ماكو حرام بس الطاسه وخلي اخذها جيب يلا عمي تتدلل هاي هواي كافي كافي تتدلل كافي كافي تتدلل اصبوها البيت خالص كافي كافي تتدلل يلا عمي كافي معودين تحتاج بعد ها تحتاج بعد عيوني شيل يلا خلصت يلا خلصنا روح روح يلا روح روح اروح اقيل وجهك اي روح يلا جيب فلاح جبت لك الخبطه تعال ام فلاح تعال ام فلاح تعال جبت لك الخبطه تعال شوفيني هاي الخبطه جبت لك اياها هاي الخبطه انا وصيتك عليها اي دورت الشارع كله يلا لقيتها وهاي تبيض الوجه اي هي هاي تبيض الوجه شلون استعمالها هاي تقضيها هيج وتسويها اها يصير وجهك فله اه يعني بعد ذب الانقاب مالتي ايه ذبيت دخلني اليوم ابيض وجهك انا شنو شلون؟ ابيض وجهك اخ لبهايه ايه لبهايه شوف اليوم ابيض وجهك ابدا ابيض وجهك ابيض وجهك شو تبي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي جايبني اياها؟ فلاح منا بعد وانتهت انا هم انتهت وياك بعد انا لا رجليك ولا تزوجتي انتهت بعد اودي على خطه اجيب لي مال بناء انتهت بعد لا اعرف وش هتعرفين ساحه السوداء اللي عرفتك بعد